تعلم واستفيد من دروس الجيتار مع يوسف لايف. ادعمني باللايك وهي بناء التعلم. اي واحد بيتعلم الجيتار يبدا بهذه النقطه اللي بتناسك. شوف، الا تعلمتي لحن وعجبك صافي، نورمالمون غادي يعجبك الجيتار. ما غادي ديك الكان اللي ما تتبقاش عندك ليه. دابا فاش تشوف النوطات صعاب كدا هكا، علاش؟ حيت ما عمر لحن واحد كيتقاد لك فيزيك، فهمت الله؟ يعني دابا غادي نحاول نقادو لحن، وانت تلقائيا الى لعبتيه انت غادي يعجبك. يعني خاصك انت تحس براسك بانك قصرت هذاك اللحن ويعجبك باش تكمل. هذا هو البلان. المهم، النقطة اللي بنعطو، انت ما ديرش هذا. انت بيجي تلعب هنا، دابا انا خليت هذا وجيت هنا، انت بتخلي هذا وبتجي هنا، اتفقنا؟ باش يكون الصوت عندي بحال اللي عندك. غادي نشدو هاد النوطة هادي اللي هي المي، هادي المي مينور، عقل هذا وهذا الخامس والرابع. حنا نعطو الامور بعض الشكل اللي بسيط اللي يقدر كاع يحببك في الجيتار واخا ما تكونش ما يكونش عندك مع الجيتار. هذا مي مينور خامس والرابع في هاد المربع الثاني. النقطة الثانية ري ماجور، يعني هذا كان أصبع كنشدو به الثالث وهذا الأول وهذا الثاني، هاكا اتفقنا؟ دابا جوج نوطات، المي مينور والري ماجور. ثالث نوطة هي دو ماجور. دو ماجور كنشدو هذا الثاني، هذا كنفوتوه كنجيو لهذا الرابع، هذا السادس وهذا اللي تحت منه الخامس. يعني تيان كتولي بحال هاكا، الثاني الرابع السادس الخامس، دو. النوطة الرابعة كنرجعو لهاديك الثانية اللي شدينا اللي هي ري. شنو النقطة الأولى عندنا؟ دابا عندنا سميتو عندنا لحن تيتكون من ربعة ديال النقط، ها الأولى، ها الثانية، ها الثالثة، تنرجعو لهاديك اللي جينا قبل منها، فهمتي؟ يعني ربعة. اتفقنا؟ دابا شنو غنديرو؟ دابا هاد اليد هادي فهمنا شنو بغي نديرو في هاد اليد هادي. دابا بقاتنا هاد اليد، هاد اليد غادي نديرو بحال هاكا، ثلاثة طلابطات بهاد الترتيب، يعني صافي. كل نوطة نديرو فيها ثلاثة طلابطات، نوطة أخرى، نوطة أخرى، اتفقنا؟ هاي ولي تعطيك هاد اللحن هذا. اتفقنا؟ الا انت لعبتي هاد اللحن هذا تلقائيا غتحس براسك بانك درتي شي حاجه، فهمت الله؟ هاد الشيء هذا كيبقى كيتطور، يعني كتزيد عليه تحسينات من بعد تنديرو هكا، يعني جوج هبطات والهبطه الاخرانيه تنهبطو بضفرنا وتنسكتو، يعني كتولي عباره عن سكته، يعني كتهبط بضفرك بحال هكا وتديرها، يعني يعني البلان كامل عبارة عن واحد الأساس، وكنبقاو كنزيدو كنطورو، فهمنا؟ يعني انت فاش غتلعب هاد النقط هادو، دابا راك راه وليتي خرجتي تلاحن، فهمتي؟ اتفقنا؟ هذا بالنسبة لشي واحد اللي ما عمرو كاع شد الجيتار ويجي يتبع هاد الفيديو هذا ويلعب هاد اللحن هذا، اختصرتي واحد 50% في الجيتار، فهمتي الله؟ يعني انك
في فيديو واحد فيه 5 دقائق عرفتي ما تير بليد لينا كودي تلاتة هادشي اللي كاين. شوف شي فيديو اخرين.